بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله طلبتنا الأعزاء في جامعة الإسراء وكلية العلوم الطبية، وفي لقائنا المتجدد في مساق المصطلحات الطبية. وصلنا إلى المحاضرة الثالثة اللي إن شاء الله راح نتكلم فيها عن البادي ستراكتشر، مكونات جسم الإنسان بطريقة طبعا مختصرة، لأنه حناخد كل مكون إن شاء الله بالتفصيل، ومصطلحاته الطبية أيضا راح نتطرق لها بالتفصيل بإذن الله تعالى. طبعا في أهداف يعني راح نحققها إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة، إنه إحنا راح نتعرف على الـ elements of the human body structure، وراح نوصف الـ plans of the body، المقاطع التشريحية للجسم، وراح نتعرف على locate the body cavities and the organ that are contained within each cavity. شوف كل الأعضاء اللي موجودة في هذه التجاويف اللي في جسم الإنسان، نتعرف على أسماءها. يعني كلنا بنعرف انه جسم الانسان بتكون بيبدأ من الخلايا السيلز، ومجموعه من السيلز بتكون لنا تيشوز، ومجموعه من التيشوز بتكون بعدك الاورجان، ومجموعه من الاورجانز اكثر من الاورجانز بيعمل لنا سيستم، وفي النهايه اكثر من سيستم بيكون لنا الانتاير بادي. السيلز يعني هنا هنتكلم يعني شوية بيولوجي سريعا يعني، لكن احنا اللي مطلوب منا المصطلحات، مش هنيجي نسأل طبعا الطالب في الامتحان عن البيولوجي، ولكن هذه كلها بيكون اصلا درسها في مادة البيولوجي اللي هي متطلب الكلية عندنا. السيلز ان فاري ان سايز، تختلف طبعا الخلايا من حجم الى من خلية إلى أخرى، مثلا هذه شكل وحجم الخلية العضلية المسل سيل بيختلف عن حجم وشكل البون سيل اللي هي خلية العظم، وأيضا تختلف في الوظيفة. والخلايا احنا عارفين انه هي نيد فود، تحتاج الى التغذية والووتر والاكسجين عشان تعيش وعشان تكمل الفانكشن تبعتها، لكن في حال انه ما كان في عندنا فود ولا ووتر ولا اكسجين، بالتاكيد هذه الخليه راح تضمحل وفي النهايه يعني راح تموت. والخلايا تحتوي على ثلاث شغلات اساسيه، 3 basic structures، اللي هي السيل ميمبرين. كل الخلايا هذه تتكون من سيل ميمبرين، نيوكليوس نواه، والسيتوبلازم أو السائل اللي بيكون فيه موجود، بتكون بعض الأورجانيلز اللي موجودة بالسيلز. طيب طبعا التشو زي ما قلنا هي مجموعة من الخلايا بتكون لي اللي هو نسيج، بنقول عنه تشو. وهنا في أربع أنواع من التشو، يعني إن شاء الله تعالى يعني راح ندرسهم في أناتومي and physiology part A بالتفصيل. أول نسيج يعني اسمه connective tissue وepithelial tissue أيضا ومuscle tissue ونيرفس tissue. طبعا في كلام كتير حول هذه الأنسجة، وفي أسماء ومسميات ومصطلحات وتفاصيل، مش هي يعني موضوعنا في هذه المحاضرة. الأورجانز يعني مجموعة من الأنسجة يعني بتكون لي اورجانز. يعني على سبيل المثال في عندنا مجموعه من الانسجه اللي موجوده في الكدني بتكون لي في النهايه اورجان اسمه كدني، وايضا كذلك اورجان اسمه لانجز، واورجان اسمه برين. طيب السيستم هو جهاز كامل متكامل. لما نقول السكن مثلا او انتيجيومنتري سيستم، له اسمين طبعا، سكن سيستم او انتيجيومنتري سيستم. لما نقول هذا السيستم، هذا كله السكن بتكون من عده اعضاء، اللي هو السكن جزء منه، والهير
والنيل وايضا سويت جلاندز واويل جلاندز. هيك بيكون هذا سيستم جهاز كامل متكامل. يعني زي مثلا ما نقول اليورينري سيستم بتكون من ايش؟ بتكون من الكدني، بتكون من اليوريتر، بتكون من البلادر، بتكون من اليوريثرا وهكذا. طيب في عندنا هنا البادي ستراكشر، خلينا ناخذ يعني كل سيستم يعني ناخذ منه بعض المعلومات الاساسيه. زي ما قلت لكم انه هذه السيستم السيستمز راح ندرسها بشكل مفصل وعميق في اناتومي اند فيزيولوجي بارت 1 واناتومي اند فيزيولوجي بارت 2. اول سيستم عندنا ماسكولوسكيليتال سيستم، وهو من وظائفه طبعا اللي هنا الجهاز العضلي والجهاز العظام، يعني بقصد في ماسكولو جاي من مصل، سكيليتال ايش اسمه الهيكل العظم، بتكون طبعا من المسلز ومن البونز والكارتليج من العضلات ومن العظام ومن الغضاريف. هنا طبعا من وظائفه سبورتس ذا بودي وبروتكتس اورجان، بدعم لنا جسمنا وبيحمي لنا الاعضاء. يعني ما كيف بيحمي لنا الاعضاء؟ لما نقول الشيست مثلا، الشيست بعظامه اللي بيحمي لنا القلب هارت، وبيحمي لنا الميجور بلاد فيزل الموجوده بالداخل. لما نقول البلفس، البلفس ايضا اللي هو بتكون من الحوض، الحوض في قلبه ايضا الريبرودكتيف سيستم سواء للميل او الفيميل، وبالتالي بشكل ايضا حمايه. لما تقول الكرينيوم، السكال، السكال هذه الجمجمه في قلب البرين، لما يتعرض الراس الى ضربه معينه يعني بتيجي هذه الضربه في العظام مباشره ولا ما بتيجي في البرين، وبالتالي بتشكل حمايه الى الدماغ. هاي يعني قصه انه بروتكتس اورجانز اند بروفايد بودي موفمنت، والعضلات والعظام بتجعل من الانسان انه يتحرك كويس، العظام فيها مفاصل والعضلات ايضا فيها قوه بتعمل سحب العضلات سحب العظام وبتشكل لنا الحركه. عشان كده الانسان اللي عنده في مشكله في العضلات وفي او في العظام يعني هذا بحد من حركته. طيب لما نقول كارديو فاسكولار سيستم، كارديو فاسكولار، كارديو من الهارت وفاسكولار بلاد فيزل يعني جهاز القلب والأوعية الدموية، طبعا يعني بتكون من الهارت ومن البلاد فيزل. هي كارديو يعني اللي هي هارت، فاسكولار يعني بلاد فيزل، اذا جهاز القلب والأوعية الدموية. واحنا بنعرف يعني وظيفة القلب هي عملية pumps and transport، يعني بضخ وبينقل البلد، والبلد هنا بيبقى حامل للنيوتريانس وايضا حامل للويست برودكت للفضلات كمان، مش بس النيوتريانس، لانه بياخد الفضلات على الكدني وبياخد الفضلات وبطلعها عن طريق العرق، وبياخد ايضا النيوتريانس المواد الغذائيه وبنقلها الى الخلايا والى الانسجه. هذا كله يعني القطار اللي بوصل هذه الاغذيه هي البلد فيزل، والمضخه اللي بتضخ الدم داخل هذه الاوعيه الدمويه ايضا هو القلب. الريسبيرتوري سيستم يعني بيرفورم ريسبيريشن، وهو الجهاز التنفسي، يعني اهم حاجه انه يعني بيجعل الانسان انه يتنفس، يعني ياخذ الاكسجين يخرج ثاني اكسيد الكربون. وهذا بتكون من اللنجز والايرويز، يعني هاي اللنجز هذا هي الجهتين اليمنى واليسرى، ومن الايرويز اللي هي من القصبة الهوائية وتفرعاتها سواء كانت برونكس او برونكيول. برونكس يعني تريكيا، برونكس اصغر منها برونكيول، عشان كده لما بتسمعوا
انتم في مصطلح برونكيولايتس. يعني ايش؟ ايوه اخذنا كلمه ايتس احنا لما قلنا انه هي شو اسمه suffix ايتس نهايه الكلمه ايتس انفلاميشن صحيح، وبالتالي انه برونكيولايتس اللي هي التهابات الشعب الهوائيه. يعني لما نقول شعب هوائيه، الشعب الهوائيه برونكيول. طب لما نضيف الى ايتس بتصير برونكيولايتس. اوكي طيب تعالوا معنا يعني نحكي على النيرفس سيستم، وهو الجهاز العصبي، وهو ينظم لنا طبعا جميع أنشطة الجسم، سواء إرسال أو استقبال الرسائل الحسية أو العصبية اللي موجودة في جسمنا. إن إحنا لما بنتكلم أيضا الدماغ بيعطي إشارة، لما بده القلب ينبض أيضا بيعطي إشارة، لما بده العضلات تتحرك بيعطي إشارة وهكذا. طبعا بتكون من البرين ومن الدماغ، طبعا البرين والسباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، وبريفرال نيرفز الأعصاب الطرفية. اليورينري سيستم، طبعا اليورينري سيستم الجهاز البولي بيتكون من الكدني، الكدني واليوريتر الحالب والبلادر، الكدني طبعا الكلية، وبلادر المثانة، ويوريثرا المجرى البول. الكدني هنا وظيفتها انه هي تخلص لنا يعني من الفضلات، بتطلع من الجسم الفضلات، اليورين عبارة عن فضلات، وبتحافظ على توازن الجسم من ناحية طبعا السوائل الموجودة فيه، من ناحية الحموضية لهذه السوائل. ايضا بتلعب دور مهم الكدني او اليورينري سيستم بيلعب دور مهم في هذا الموضوع، وبالتالي بنظم لي البلاد بريشر وهو ضغط الدم. طيب في انا عندنا ريبرودكتيف سيستم، الجهاز التناسلي، طبعا منقسم لقسمين، الجهاز التناسلي الذكري والجهاز التناسلي الانثوي، وان شاء الله يعني في تشريح رقم 2 او الجزء الثاني راح نتطرق لهم بالتفصيل باذن الله تعالى. ومكونات يعني الاستراكشر للميل ريبرودكتيف سيستم بتكون من التستس، البينس، بروستاتيك جلاند، والفاز ديفيرانس، والسيمينال فيزيكال، سوادي كلها راح نتطرق لها ان شاء الله بالتفصيل. اما مكونات الفيميل استراكشر يعني الاوفريز، فاجينا، يوريتاين، يوتراين تيوبس، ويوترس، والمماري جلاند. البلد سيستم، طب هو يا دكتور يعني في حاجه اسمها بلد سيستم؟ طبعا البلد الان يعني هو سيستم لحاله، الدم يعني، وله مكونات لحاله، كل مكونات يعني لما نحكي عن ريد بلد سيل يعني حنحكي بالتفصيل في التشريح. طب يا دكتور انت كل شويه بتقول لنا بالتشريح بالتشريح، طبعا احنا بنقول لكم انه هذا المساق هو تاسيس للمساقات الاخرى، وعشان كده هذه الماده مصطلحات طبيه هي ماده اساسيه في الطب، اساسيه في العلوم الصحيه، وبالتالي لابد انكم تفهموها وتهضموها كويس، لانه هتعتمد عليها كثير مساقات قادمه في المستويات الدراسيه الاخرى. البلد سيستم بتكون من الريد بلد سيل، بتكون ايضا من الوايت بلد سيل، وبتكون ايضا من البلازما والبليتليتس، وكل الصفائح الدمويه وكرات الدم البيضاء والبلازما، كل هذا ان شاء الله راح احنا يعني ندرس بالتفصيل لقدام. ولكن الان انتم مطالبين انه انتم تعرفوا يعني على سبيل المثال انه البلد سيستم هو انه البلد ترانسبورتس نيوترينتس، هو البلد اللي بينقل لي نيوترينتس المواد الغذائيه، وايضا بينقل الفضلات يعني الى من الخلايا الى اماكن اخرى، وايضا بينقل المواد الغذائيه الى الخلايا. الليمفاتيك اميون سيستم، وهو الجهاز الليمفاوي او الجهاز المناعي يقال عنه احيانا، اللي هو اللي بيتكون من الليمف والليمفاتيك فيزل والليمفاتيك جلاندز، و نون سبيسيفيك ديفنسز اوف ذا ميون سيستم. والدايجستيف سيستم كذلك الجهاز الهضمي، بتكون من
في عندنا المين اورجانز وفي عندنا النوت مين اورجانز، يعني بتكون من الماوث بيبدا الدايجستيف سيستم وينتهي بفتحه الانس فتحه الشرج، وبتكون طبعا في من الاسوفيجس المريء وبتكون من الاستومك. لما نقول بكره ايسوفيجس يعني راح نقول ايسوفاجو باللاتيني، لما نقول بتكون من المعدة اللي هي الاستومك راح نقول جاسترو. لما نقول والله بعد كده بيجي ديودينوم اللي هو الاثنى عشر يعني ديودينو باللاتيني، وايضا بعد كده بيسلم لجزء من الامعاء الدقيقه من هنا اسمه جيجينو، وايضا في الجزء الاخير وهو جزء اليو من الامعاء الدقيقه، وفي النهايه يعني عند الاعور هنا بيبدا الامعاء الغليظه وهي السندنج كولون يعني القولون الصاعد، وديسندنج وعفوا ترانسفيرس كولون الكولون المستعرض، وديسندنج كولون اللي هو الكولون النازل. وهي هنا بتظهر عندنا الابندكس، شايفين الابندكس هي موجوده هنا الابندكس الزائده الدوديه. طيب ايضا في عندنا الاندوكراين جلاندز السيستم عفوا اللي هو الجهاز الغدد الصماء، واحنا شايفين يعني كثير من الغدد منتشره في جسم الانسان زي البيتيوتري جلاند اللي موجوده في وسط الدماغ، الباراثايرويد جلاند، الثايرويد جلاند، والادرينال جلاند اللي موجوده فوق الكدني، والبنكرياس يعتبر جلاند، وايضا الاوفريز تعتبر جلاند عند الفيميل، وعند الميل الموجود التستس تعتبر ايضا جلاندز. ووظيفه الجلاندز هذه ان هي سكريت هرمونز، بتفرز لنا هرمونات وبتنظم لنا كافه العمليات في جسم الانسان، وهو طبعا جهاز خطير ومهم جدا. يعني الجهاز العصبي يقابل الجهاز الاندوكراين، الجهاز العصبي ينظم الكثير من الاعمال في جسم الانسان عن طريق الامبلسز الذبذبات الكهربائيه، لكن جهاز الغدد ينظم الكثير من العمليات عن طريق افرازات الهرمونات في جسم الانسان، وغالبا اي خلل في اي هرمون بيحدث فيه اشكاليه كبيره في جسم الانسان. يعني وفي السنسوري سيستم وهي الأجهزة الجهاز الحسي اللي هو بتكون من الايز والايرز وبعض الحواس الخمسة. ويعني هذا هيك بيكون احنا يعني انهينا تقريبا البادي ستراكشر باختصار شديد طبعا، لكن خلينا نيجي نتعرف مع بعض على البادي كافيتيز اللي هي تجاويف الجسم، وعندنا تو كافيتيز، عندنا دورسال كافيتي وفنترال كافيتي. دورسال كافيتي يعني التجويف الخلفي، وفنترال كافيتي يعني التجويف الامامي. فنترال هي تساوي كلمه انتيريور، ودورسال هي تساوي كلمه بوستيريور يعني بالخلف. وخلينا نشوف في صوره اكيد هنا لحظه الصوره هذه كثير اوضح. في عندنا هنا يعني دورسال يعني خلفي، خلف جسم الانسان ورا. في عندنا تجويفين، تجويف كرينيال، تجويف الجمجمه. ليش تجويف؟ لانه في قلبه في البرين الدماغ، وايضا هنا في تجويف العمود الفقري، وايضا في موجود في قلبه الحبل الشوكي. عشان كده هذول اسمهم تجويفين خلفيين، دورسال كافيتي بنقول عنه. يعني لما نيجي بكره نقول لك شو هم الدورسال كافيتي، هو الكرينيال كافيتي والسباينال كافيتي. لكن الفنترال كافيتي التجاويف الاماميه هم تجويفين، توراسيك كافيتي وابدومينال كافيتي وبلفيك كافيتي. طب صاروا ثلاثه هيك يا دكتور؟ لا، هو تجويف الصدر وتجويف البطن والحوض، يعني يقال عنهم ابدومينو بلفيك كافيتي، ابدومينو بلفيك كافيتي. اذا تجويف البطن والحوض، إذن تجويفين أماميين وتجويفين خلفيين. طيب
فيها أنا مصطلحات العلاقة directional terms، يعني مصطلحات العلاقة بالاتجاهات ومصطلحات العلاقة بالمقاطع plans و regions أماكن. خليني أتعرف على هذه الاتجاهات. لما نقول posterior يعني back يعني خلف، لما نقول superior يعني أعلى، top or above إلى الأعلى. عشان كده بيبقوا يقول والله مثلا هذا الكلام للبنات يعني بقولوا هذه البنت عندها superiority وبيأشروا هيك على أنفها يعني منظورها لفوق مش شايفة حالها. هذه معنى السوبيريور جاية يعني من الفوق، يعني عشان تتذكروها طبعا أنا بحكي هيك superior يعني إلى أعلى. طيب عكس inferior يعني إلى أسفل، عشان كده بيجي بيقول والله ده الشخص يعني ينتمي إلى يعني الطبقة من الطبقة الانفيريوريتي يعني المعدومة يعني الواطية باللغة العامية. عشان كده inferior يعني لأسفل بنقول عنها، superior لأعلى. إذن عكس superior inferior. طب عكس posterior anterior يعني للخلف للأمام، لأعلى لأسفل، lateral إلى جانب إلى الجانب. يعني كل حاجة بتبتعد عن منتصف الجسم بنقول عنها lateral إلى جانب الجسم lateral. أوكي. ميديال كل عضو يقترب من منتصف الجسم بنقول عنه ميديال، يعني وسطي في جانبي وفي وسطي. في أنا ضل في أن أيضا مصطلحين يعني عكس بعض، مصطلح ديب وسوبرفيشيال. ديب يعني عميق وسوبرفيشيال يعني سطحي. في عنا كمان يعني مصطلح اسمه برون وسوباين. برون وسوباين، برون يعني اللي بتلاقي الجسم او عضو الجسم الى الخلف، يعني قفل الجسم زي ما بقول يعني لو مسكت انت ايدك مثلا وطلعت عليها وقلبت على قفا ايدك بنقول عنها برون صارت. ارجع تاني حرك، ايوه حرك ايدك لقدام كف ايدك راح تلاقي انه صارت سوباين. اذا اعمل هيك سوباين برون، سوباين برون عكس بعض. هذول بيجوا دير بالكم الشغلات في الامتحانات كمان يعني في الاسئله، يعني السوبيريور هي سوبيريور انفيريور. اوكي. lateral medial prone spine deep superficial posterior anterior proximal distal. شو يعني proximal distal؟ proximal يعني لما بدنا نقارن نقطتين في نفس العضو في نفس العظمة مثلا، يعني هان من في عظمة الفيمر هاي نقطة وهاي نقطة بنقول هذه النقطة proximal وهذا النقطة distal. لكن لما نقارن عضوين مع بعض بنقول نقارن بنقول superior و inferior. بالنسبة لمقاطع الجسم في عنا أكثر من مقطع، في عنا فرونتال مقطع أمامي، وفي عنا مقطع ساجيتال جانبي، وفي عنا مقطع ترانسفيرس مستعرض. يعني شايفين هذا الشكل اللي أمامكم، لو إجينا إحنا عملنا فرونتال بلان مقطع أمامي، وقفنا الشخص زي هيك وقطعناه لنصين، ماشي قطعناه زي كده لنصين، راح تلاقي انه المنتصفين او النصين الجسم يعني انقسم الجسم الى قسمين، قسم انتيريور امامي وقسم بوستيريور من الجنب من هنا هيك قسم صار وقع نص امامي ونص خلفي. هذا المقطع بنقول عنه فرونتال امامي. اما المقطع الجانبي اللي هو اللاترال وهو يقسم الجسم الى قسمين، قسم عندنا ايش ايوه موجود عندنا قسم الى رايت اند ليفت، ماشي رايت اند ليفت نصين كده رايت اند ليفت. و إذا قلنا ميد ساجيتال من كلمة ميد، يعني إذا إحنا بنقسمه ساجيتال
لكن اذا كان ميد ساجيتال بيكون النصين الايمن النص الايمن والنص الايسر متساويين مع بعض تماما. طب لما نيجي نقول ترانسفيرس مستعرض، يعني بيقسم لنا الجسم زي هان هيك نص سوبيريور ونص انفيريور، هذول ايضا الساجيتال او البلانز البادي بلانز مهم تعرفوا الفرق بينهم. في هنا يعني الكوادرانتس اوف ذا بودي الارباع الجسم، لو جينا قسمنا الجسم الى اربع ارباع، ربع هان وربع هان وربع هان وربع هان، وجينا قلنا انه هذول الربعين اللي فوق هم ربعين علويين يعني ابر ابر، هذا حرف اليو تذكروه ابر مش علويين، وفي نصين ربعين تحت لور لور، وكلمه هذه الكيو يعني كوادرانت، يعني نقول ابر كوادرانت يعني الارباع اللي فوق، ولور كوادرانت الارباع اللي تحت، كوادرانت معناها ربع. طب لما نيجي نقول ار رايت انه هذا الربع ايش؟ اليمين العلوي، الربع اليمين العلوي، هذا برضو يمين لكن الربع اليمين ايش؟ الشمال عفوا العلوي. ولما نيجي انا نقول هذول الاثنين سفليين الربعين، اذا ربعين سفليين واحد يمين واحد شمال. اوكي احنا راح بعد كده نتعامل مع المختصر، نقول رايت ابر كوادرنت لاختصار. حاجه اسالكم رايت ابر كوادرنت شو يعني؟ ليفت لور كوادرنت شو يعني؟ المصطلح ال يو ار ايش يعني؟ ال كيو ايش يعني؟ هذا كله بدكم تعرفوا. طبعا في صورة تانية هنا مهمة بتعتمد على اللي فات، بلاش هذه، لا على الأقل بس عرفوا لنا انه لقيت هدول وبعدين احنا ايش منشوف الباقي. لكن تعالوا ندخل بشوية مصطلحات نيجي مع بعض. راح نلاقي كلمة أسيتابيولو، أسيتابيولو اللي هي المكان أو التجويف اللي بدخل فيه عظمة الفخذ، عظمة الفخذ عند الإنسان أسيتابيولو، عامل زي شكله زي شكل الكب الفنجان ماشي، عشان كده اسم أسيتابيولو. أدينو جلاند غدة، أديبو فات دهون، ألفيولو إير ساك ألفيولس الحويصلات الهوائية، أنجيو فيزل وعاء بقصد فيها الوعاء الدموي، أرثرو جوينت مفصل، اوري اير اللي هي الاذن، اوري اير اذن، بليفارو ايليد شو اسمه الحاجب، حاجب العين من فوق، بريكيو ارم يد ساعد عفوا، باكو تشيك منطقة الخد، كالكينيو اللي عظمة الكعب، سفالو هيد. طب لو قلنا انسفالو صارت بدل سفالو حطينا انسفالو اللي بتصير برين مش هيد، يعني الشيء اللي داخل السفالو، ايش اللي داخل السفالو؟ البرين اللي داخل الهيد. و شيرو هاند، كولي اللي هي البايل المرارة، دكتايلو فينجرز أصابع، دينتي توث سنان، هيهجت انسفالو اللي هي إيش؟ البرين انسفالو، سفالو لحالها اللي هي الهيد، انتيرو انتستين اللي هي الأمعاء، جينجيفو جم اللي هي اللثة، عشان كده لما نقول جينجيفايتس يعني التهابات باللثة، انتيرايتس التهابات بالامعاء، انسفالايتس التهابات في البرين، لما نقول انسفالوك انسفاليكتومي اللي استئصال جزء من البرين، وهكذا كل هذا منه حنكون منها مصطلحات. طب نقول جلوسو تانك لسان، طب لما نقول جلسيكتومي ايش يعني؟ يعني بدنا نقطع لسانه، جلسيكتومي ماشي. ناثو جو الفك، هايدرو بالاي سويت
لكن هايدرو بالواي معناها ووتر مية، هايدرو بالآي سويت بالآي هذه سويت، إليو إليام زي ما تقولنا في عنا ديودينام وجيجينام وإليام، هذول كلهم إيش أجزاء الأمعاء الدقيقة السمول انتستين، ثلاث أجزاء. في اللاتيني أيضا منقول عنهم ديودينو جوجينو إليو، كل هذه مصطلحات. لبرو للأبدومينال وول وول لغشاء البطن. أيضا هنا في نستكمل بقية المصطلحات في هذه المحاضرة. لايبو فات دهون، مايو مصل زي قلنا مايالجيا، ذاكرين المصطلح في المحاضرة اللي فاتت قلنا مايالجيا إيش يعني الجيا بين، لما نقول مايالجيا وليش قل رفعنا الأو لأنه طبعا في حرف الإي إجا بعد إيش بعد الأو في كلمة الجيا مايالجيا لما كتبناها اللي هي بصير مصل بين. أوكيولو آي، أودونتو توث، أو معناها إج البويضة، أو فورو اللي هي الأوفري المبيض، أوركيو أو أوركيدو اللي هي تستس خصيتين، أوتو إير أذن، بيدو بيدو وبيدي، بيدو فوت لكن بيدي اللي هي تشايلد طفل، فليبو فين وريد، بايلو هير شعر، بودو فوت، وبروكتو إينس فتحة الشرج، سايكو مايند عقل، ريشيو سباين نخاع، راينو نوز أنف، سوماتو بدي جسم، فيزيكو بلادر مثانة. يعني أنا في أيضا في نهاية كل محاضرة دائما في سؤال أو اثنين يعني بتطلعوا أيضا عليهم، وإن شاء الله راح أتابع معاكم وتابعوا معايا. مهم جدا يعني أيها الطلبة الأعزاء إنه أنا حبعت لكم واجبات عديدة بخلاف طبعا المساقات الأخرى، راح نبعت يعني واجبات كثيرة حتى نعودكم على حل الأسئلة المصطلحات الطبية وأنتم تستفيدوا إن شاء الله منها. وأتمنى عليكم تفتحوا أيضا شابتر في الكتاب وتحلوا أيضا مصطلحات، كل ما حليتوا بزيادة مصطلحات كل ما هذه المصطلحات الطبية رسخت في عقولكم وحفظتوها وتميزتوا مستقبلا فيها. فلا يمكن أن يعمل الإنسان في أي مجال صحي بدون أنه يهضم المصطلحات الطبية. يعني بارك الله فيك وشكرا لحسن استماعكم، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر.